بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول شرح مادة محاسبة منشآت متخصصة إعداد الدكتور خالد حسين. بتنقسم مادة محاسبة منشآت متخصصة إلى قسمين، القسم الأول اللي هو محاسبة البنوك التجارية، والقسم الثاني يتعلق بمحاسبة شركات التأمين. وهنتناول في الأول الوحدة التعليمية الأولى التي تتعلق بتوضيح طبيعة البنوك التجارية في مصر، وتتضمن النقاط التالية: أولا تعريف البنوك، ثانيا التعريف بمكونات الجهاز المصرفي المصري، ثالثا التعريف بالبنوك التجارية ووظائفها، رابعا التعريف بمصادر الأموال واستخداماتها في البنوك التجارية. نتناول في الجزء الأول في محاسبة البنوك. الوحدة الأولى طبيعة البنوك التجارية في مصر، أولا تعريف البنوك، ثانيا مكونات الجهاز المصرفي، ثالثا تعريف البنوك التجارية ووظائفها، رابعا مصادر الأموال واستخداماتها في البنوك التجارية. أولا تعريف البنوك التجارية: وحدات تزاول العمليات، قبول الودائع، إجراء تسويات مالية، تقديم التسهيلات الائتمانية، التعامل في النقد الأجنبي، التحصيل لحساب العملاء، تقديم خدمات مصرفية للعملاء. ثانيا مكونات الجهاز المصرفي: أولا بيبقى البنك المركزي فوق كجهة إشرافية، وبعدين تضمن عندنا بنوك تجارية عامة زي بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وفي بنوك تجارية خاصة زي بنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي، وفي بنوك تجارية غير مسجلة لدى البنك المركزي مثل المصرف العربي الدولي وبنك ناصر الاجتماعي. ثالثا التعريف البنوك التجارية ووظائفها. تعريف البنوك التجارية: البنوك التجارية التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تحت الطلب اللي هي الحسابات الجارية الدين، أو لآجال محددة زي الودائع لأجل وباختار، وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدماته بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ودعم الاقتصاد القومي، كما تباشر عملية تنمية الادخار والاستثمار داخل مصر وخارج مصر، وفي حالة وكذلك المساهمة في إنشاء المشروعات وما تطلبه ذلك من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وفقا للأوضاع التي يحددها البنك المركزي المصري. وظائف البنوك التجارية: تنقسم وظائف البنوك التجارية إلى الوظائف التالية: قبول الودائع، وتتضمن ودائع تحت الطلب، ودائع لأجل وباختار، ودائع التوفير. الوظيفة الثانية الاستثمار، وتتضمن أذون خزانة، قروض للعملاء، قروض لبنوك أخرى. الوظيفة الثالثة خدمات مصرفية، وتتضمن تحصيل شيكات وكمبيالات، تأجير خزائن، إصدار خطابات ضمان. رابعا مصادر الأموال واستخداماتها. مصادر الأموال: تنقسم مصادر الأموال في البنك التجاري إلى مصدرين أساسيين: مصادر داخلية ومصادر خارجية. المصادر الداخلية تتمثل في رأس المال البنك المصدر ومدفوع، والذي يجب لا يقل عن 500 مليون جنيه، زائد الاحتياطيات مثل احتياطي عام احتياطي نظامي والأرباح المحتجزة. المصادر الخارجية تتمثل في القروض طويلة الأجل التي يحصل عليها البنك من بنوك أخرى أو مؤسسات مالية، الودائع بمختلف أنواعها سواء كانت ودائع تحت الطلب أو ودائع لأجل وباختار أو ودائع التوفير. الأرصدة المستحقة للبنوك إما لتسوية معاملات يومية وحسابات جارية أو حسابات زمنية. استخدامات الأموال: تنقسم استخدامات الأموال إلى ما يلي: الاحتياطيات الأولية متمثلة في نقدية في خزينة البنك ولدى البنوك الأخرى،
الاحتياطيات السنوية تتمثل في أذون الخزانة والسندات الحكومية. القروض والسلفات التي يمنحها البنك للعملاء أو للشركات. الاستثمارات ذات العائد المرتفع اللي هي محفظة الأوراق المالية في شكل أسهم أو سندات. أصول ثابتة لمزاولة النشاط اللي هي المباني المتعلقة بالبنك والمعدات. الوحدة التعليمية الثانية وتتعلق بعرض القوائم المالية للبنوك التجارية. وتتضمن القوائم المالية للبنوك التجارية الميزانية أو قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية. نتناول في الأول الميزانية أو قائمة المركز المالي، وهي تتضمن بيان بالأصول البنك متمثلة سواء أصول ثابتة أو أصول متداولة، وتساوي الخصوم وحقوق الملكية. أصول البنك التجاري تتمثل فيما يلي: النقدية والمستحق في البنك، استثمارات في الأوراق المالية، القروض التي يمنحها البنك، أصول أخرى زي الأصول الثابتة. خصوم البنك تتمثل خصوم البنك في الودائع الأجل والودائع الادخارية. الودائع الجارية متمثلة في الحسابات الجارية الدائنة. الاقتراض في شكل إصدار سندات متوسطة الأجل أو ذات المرتبة التالية. حقوق الملكية تتمثل حقوق الملكية فيما يلي: رأس المال المصدر والمدفوع، الاحتياطيات، الأرباح الغير موزعة أو المحتجزة. ثانيا قائمة الدخل، يحصل البنك على معظم مصادر الأموال من الودائع والاقتراض، مقابل ذلك يسدد البنك فوائد عن تلك الأموال وتعتبر بمثابة مصروفات، ويتم توجيه هذه المصادر في مجالات الاستخدام المختلفة من الإقراض والاستثمارات في الأوراق المالية، ويحصل على مقابل ذلك يتمثل في الفوائد وتوزيعات الأرباح. ويمكن أن نعرض قائمة الدخل للبنك التجاري على النحو التالي: قائمة الدخل تبدأ بالمصدر الأساسي لإيرادات البنك، وهي إجمالي إيراد الفوائد تمثلها في 670 مليون جنيه. مصروفات تتعلق مصروفات الفوائد التي تتعلق بالأموال التي يحصل عليها البنك من قبل العملاء وتكلفاتها 450 مليون جنيه. الفرق يمثل صافي دخل الفوائد 220 مليون جنيه. تضاف الإيرادات الأخرى بخلاف الفوائد زي مثلا العملات الدائنة 70 مليون جنيه، ويكون المجموع 290 مليون جنيه. يخصم منه المصروفات الأخرى بخلاف الفوائد 120 مليون جنيه. يصبح صافي الدخل قبل الضرائب 170 مليون جنيه. يتم خصم ضرائب دخل 68 مليون جنيه، ويصبح صافي الدخل بعد الضرائب 102 مليون جنيه، يذهب إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق الملكية. قائمة التدفقات النقدية تتعلق بأنشطة التشغيل، أنشطة الاستثمار، أنشطة التمويل. وفيما يتعلق بأنشطة التشغيل، بشوف التدفقات النقدية الداخلة والخارجة متعلقة بأنشطة التشغيل وفرق ما بينهم، يبدأ يديني صافي التدفقات من أنشطة التشغيل. أنشطة الاستثمار مثل عملية شراء أصول ثابتة تعتبر تدفق خارج، بيع أصول ثابتة يعتبر تدفق داخل، ده متعلق بأنشطة الاستثمار. أنشطة التمويل إن هو يقوم البنك بإصدار أسهم عادية يبقى هنا، أو إصدار سندات، ويبقى هنا دي تعتبر مصادر اللي هي تدفقات نقدية داخلة، وتوزيعات أرباح الأسهم وبيع أو شراء أسهم والحصول على قروض طويلة الأجل. رابعا قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
تبين هذه القائمة أسباب التغيرات في حقوق الملكية بين أول المدة وآخر المدة، وترجع هذه التغيرات لأسباب معاملات مع الملاك مثل زيادة رأس المال أو شراء أو بيع أذون خزانة، صافي الدخل اللي تم الحصول عليه من قائمة الدخل، أرباح أو خسائر إعادة التقييم والتي ترحل مباشرة إلى قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الوحدة التعليمية الثالثة، العمليات المصرفية بقسم الودائع. أولا تعريف الودائع وأنواعها. تعرف الوديعة بأنه اتفاق يدفع المودع بمقتضاه مبلغا من المال للبنك بإحدى وسائل الدفع المختلفة، يترتب على ذلك وجود وديعة تحت الطلب اللي هي الحق العميل سحبها في أي وقت أو لأجل يحدد باتفاق الطرفين، يعني الفترة زمنية 3 شهور أو 6 شهور أو سنة، وينشأ عن تلك الوديعة التزام مصرفي يدفع مقابل مبلغ معين من المحادثات النقود القانونية للمودع أو لأول مرة عند الطلب أو حينما يحل الأجل. أنواع الودائع: ودائع تحت الطلب اللي بنطلق عليها الحسابات الجارية، ودائع الأجل لمدة 3 شهور 6 شهور سنة، ودائع باختار اللي هي قبل ما يسحب المودع أي مبالغ يختار البنك بفترة زمنية كافية، ودائع التوفير اللي هي حرية الإيداع والسحب ويحصل على مقابل فايدة مقابل المبالغ التي لا تتحرك خلال الشهر، شهادات الإيداع بمختلف أنواعها. ثانيا الإجراءات المحاسبية للحسابات الجارية. الإيداع النقدي، وعند الإيداع النقدي يودع العميل مبالغ بتعتبر حساب الخزينة مدين اللي هو زيادة في الأصول، يقابله التزام على البنك وهو متمثل في الحسابات الجارية الدائنة، ويكون القيد المحاسبي حساب الخزينة إلى الحسابات الجارية الدائنة. إيداع بالشيكات، نفرق بين نوعين من الشيكات. إذا كان الشيك مسحوب على نفس فرع البنك فتعتبر بمثابة مقاصة داخلية، يتم الخصم من الحسابات الجارية الدائنة للساحب والمبلغ يضاف إلى الحسابات الجارية الدائنة حساب المستفيد. إذا كانت مسحوبة على بنوك أخرى مشتركة في غرفة المقاصة بيكون الطرف المدين من القيد من حساب البنك المركزي إلى الحسابات الجارية الدائنة تضاف لحساب اللي هو المستفيد الصادر الشيك لأمر. عمليات السحب، سحب النقدي من الحسابات الجارية الدائنة إلى حساب الخزينة. السحب بالشيكات يتم تسويته عن طريق غرفة المقاصة من الحسابات الجارية الدائنة إلى حساب البنك المركزي. عمليات التحويل، هنا إذا كان عمليات التحويل تتم بين 2 عملاء في نفس فرع البنك هتبقى مقاصة داخلية من الحسابات الجارية الدائنة المحول منه إلى الحسابات الجارية الدائنة المحول إليه. إذا كان التحويل إلى فرع آخر من البنك يخصم من حساب المحول منه من الحسابات الجارية الدائنة إلى حساب الفرع المحول إليه. مثال في الكتاب صفحة 40-41. ثالثا الإجراءات المحاسبية للودائع الأجل وباختار. الإيداع، الإيداع النقدي يبقى هنا فلوس توضع في الخزينة يبقى من حساب الخزينة إلى حساب الودائع الأجل وباختار. الإيداع عن طريق العميل يحول مبلغ من حسابه الجاري يبقى من الحسابات الجارية الدائنة إلى حساب الودائع الأجل وباختار. المعالجة المحاسبية للفوائد اللي هي الفوائد الودائع لأجل وباختار، تعتبر هنا الفوائد بمثابة مصروف أو عبء على البنك، ولذلك عند إثباتها بنجعل حساب الفوائد المدين عن الودائع لأجل وباختار مدينة، والطرف الدائن إلى حساب الفوائد المستحقة عن الودائع لأجل وباختار. وبعدين حسب طلب العميل، إذا كانت هنا هتضاف إلى أصل الوديعة يقول من حساب الفوائد المستحقة عن الودائع لأجل وباختار إلى حساب الودائع لأجل وباختار، أو إذا كان طالب المبلغ حول حسابه الجاري إلى الحسابات الجارية الدائنة. في نهاية الفترة عبء الفوائد المدينة بيعتبر مصروف يقر في حساب الأرباح وخسائر، نجعل حساب الأرباح وخسائر مدين وإلى حساب الفوائد المدينة عن الودائع الأجل وباختار. سحب الوديعة في نهاية مدتها، السحب النقدي يقوم من حساب الودائع الأجل وباختار إلى حساب الخزينة. إذا كانت تضاف قيمة الوديعة الأجل للحساب الجاري يبقى من حساب الودائع الأجل وباختار إلى الحسابات الجارية الدائنة. مثال في الكتاب صفحة 43.
بالنسبة لثالثا الإجراءات المحاسبية لودائع التوفير، الإيداع النقدي أو من حساب الخزينة إلى حساب ودائع التوفير. بالنسبة للسحب النقدي من حساب ودائع التوفير إلى حساب الخزينة. بالنسبة لمعالجة الفوائد هنقول من حساب فوائد المدين عن ودائع التوفير إلى الفوائد المستحقة عن ودائع التوفير، وبعدين بعد كده بضيف الفوائد إلى حساب ودائع التوفير أو من حساب فوائد المدينة المستحقة عن ودائع التوفير إلى حساب ودائع التوفير، وفي النهاية بقفل مصروف فوائد المدينة في حساب الأرباح والخسائر أو من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب فوائد المدينة عن ودائع التوفير. مثال في كتاب رقم مثالين رقم 3 ورقم 4 صفحة 46. الوحدة التعليمية الرابعة العمليات المصرفية بقسم الكمبيالات. هنتناول فقط في الجزء ده تحصيل الكمبيالات فقط. فهنا عند تقديم العملاء الكمبيالات للبنك التحصيلة بيتم إعداد ملاحق يومية بقيمة المصروفات والدمغات المستحقة عن هذه الكمبيالات، ويجرى القيد التالي من حساب الحسابات الجارية دينا إلى حساب المصروفات مصروفات بريد ودمغات، ثم يجرى قيد نظام الإثبات إيداع الكمبيالات في اليومية العامة على النحو التالي من حساب كمبيالات برسم التحصيل إلى حساب أصحاب كمبيالات برسم التحصيل. حفظ الكمبيالات، تسلم الكمبيالات إلى الموظف المختص لحفظ الكمبيالات في خزانة بطريقة مرتبة حسب تواريخ استحقاقها. مع ضرورة التفرقة بين الكمبيالات مستحقة الأداء في نفس فرع البنك الذي قدمت إليه وبين الكمبيالات التي يتم تحصيلها عن طريق فروع البنك الأخرى أو عن طريق بنوك أخرى نطلق عليها مراسلين. تحصيل الكمبيالات، إذا تم التحصيل بمعرفة البنك الذي قدمت إليه التحصيلة بيكون قيد التحصيل على النحو التالي. نجعل حساب الخزينة مدين بمبلغ بالقيمة الإسمية للكمبيالة. الطرف الدائن هيبقى الحسابات الجارية الدائنة بالصافي بعد خصم العمولة البنك، والطرف أو الحساب الآخر يكون حساب العمولات الدائنة، ويعكس القيد النظامي أو من حساب أصحاب كمبيالات برسم التحصيل إلى حساب كمبيالات برسم التحصيل. تحصيل الكمبيالات عن طريقين، عن طريق الفروع أو عن طريق المراسلين. بالنسبة هنا طبعا بيجرى قيد نظامي لإثبات إرسال الكمبيالات لتحصيلها سواء كان للفروع أو للمراسلين. في حالة إرسال الكمبيالات للفروع عشان تتحصل يكون القيد النظامي من حساب الفروع كمبيالات برسم التحصيل إلى حساب كمبيالات برسم التحصيل. في حالة إرسال الكمبيالات للمراسلين يكون القيد من حساب مراسلين كمبيالات برسم التحصيل إلى حساب كمبيالات برسم التحصيل. عند التحصيل بالنسبة للكمبيالات التي أرسلت للفروع هيكون القيد من حساب الفروع إلى مذكورين. حساب العمولات الدائنة بحصة الفرع من العمولة والصافي يقيد إلى حساب العميل الحسابات الجارية الدائنة، ثم يعكس قيد الإرسال أقول من الكمبيالات برسم التحصيل إلى الفروع بكمبيالات برسم التحصيل، ويعكس قيد الإيداع من حساب أصحاب كمبيالات برسم التحصيل إلى حساب كمبيالات برسم التحصيل. التحصيل عند المراسلين، الطرف المدين من القيد هيكون حاجتين: حساب العمولات المدينة ده حصة المراسل في العمولة، والصافي يقيد على حساب مراسلين ويعتبر من حسابات ميزانية. الطرف الدائم من القيد هيبقى إلى مذكورين، البنك هياخد عمولته بالكامل عن الكمبيالة حساب العمولات الدائنة بمقدار العمولة كاملة، والصافي بعد كده يضاف إلى الحسابات الجارية الدائنة، وبعدين يعكس قيد الإرسال أو من حساب كمبيالات برسم التحصيل إلى حساب مراسلين كمبيالات برسم التحصيل، ويعكس قيد الإيداع نقول قيد من حساب أصحاب كمبيالات برسم التحصيل إلى حساب كمبيالات برسم التحصيل. في حالة رفض الكمبيالة برضه هنفرق هي موجودة عند مين، إذا كانت عند الفروع ولا عند المراسلين.
إذا كانت عنده الفروع، هنا الفرع هيسدد رسوم البروتوسو، عند الفرع اللي هيحصلها نون حساب رسوم البروتوسو إلى حساب الخزينة. وبعدين بعد كده بيقوم الفرع اللي قدمت ليه كمبيال عشان يحصلها بخصم رسوم البروتوسو والعمولة من حساب العميل، يبقى من الحسابات الجارية الدائنة بمقدار رسوم البروتوسو والعمولة إلى مذكورين. قافل حساب رسوم البروتوسو واثبت حساب العمولات الدائنة. وبعدين يعكس قيد الإيداع ويعكس قيد الإرسال. إذا كان هنا مثلا بالنسبة إثبات إشعارات الخصم الواردة من المراسلين، مثلا بفرض أن قيمة إسمية الكمبيال 10,000، عمولة المراسلين 2%، عمولة البنك 4%، رسوم البروتوسو 100 جنيه. يكون القيد على النحو التالي: من مذكورين حسابات الجارية الدائنة بمقدار عمولته زائد رسوم البروتوسو اللي دفعها المراسل. وبعدين حساب عمولة المراسلين 20، هنضرب اللي هي 10 × 2% إلى مذكورين. حساب المراسلين بمقدار اللي هو ما دفع من رسوم بروتوسو وعمولته، وحساب العمولات الدائنة بمقدار العمولة بالكامل 10,004% تديني 40 جنيه. وبعدين يعكس قيد الإرسال ويعكس قيد الإيداع. الوحدة التعليمية الخامسة، الوحدة التعليمية الخامسة، العمليات المتعلقة بخطابات الضمان. الأول بنعرف إيه المقصود بخطاب الضمان. يقصد بخطاب ضمان صك يصدر البنك بناء على طلب أحد عملائه، بيتعهد بمقتضى أن يدفع قيمته، يعني البنك يدفع قيمة هذا الخطاب لحساب طرف ثالث اللي هو المستفيد الجهة المقدم إليها خطاب الضمان، ذلك عند مطالبتها بسداد قيمة خطاب الضمان في خلال فترة زمنية اللي هي فترة صلاحية خطاب الضمان. الحالات التي يتم فيها تقديم خطابات الضمان: يتم التقديم في حالة الاشتراك في المناقصة العامة والممارسات العامة، الاشتراك في المزايدات العامة، ضمان سداد الالتزامات لمصلحة الضرائب، سداد رسوم جمركية لحين عودة البضاعة اللي هي تتم إصلاحها في الخارج فتسدد مبلغ لمصلحة الجمارك، وبعدين ضمان تسليم مستندات الشحن عند الإفراج عن البضاعة مقابل إن هو يكون أصدر خطاب ضمان. أنواع خطابات الضمان: خطابات ضمان مؤقتة أو نهائية، خطابات الضمان الملاحية، خطابات ضمان لصالح المستفيدين بالخارج، خطابات ضمان للدفعات المقدمة التي تدفع للمقاولين. رابعا غطاء خطابات الضمان، وده بيحصل البنك على ضمان مبلغ معين ويحدد من قيمة اسمية لخطاب الضمان، وتختلف نسبته بحسب الملاءة المالية للعميل، ويتم تحصيل قيمة الغطاء نقدا أو خصما من الحساب الجاري للعميل. خامسا قيود اليومية اللازمة لإثبات خطابات الضمان. مثال رقم 1: تقدم العميل محمد لبنك مصر فرع رجري في 1/3/2019 بطلب خطاب ضمان بمبلغ 200,000 جنيه لتقديمه لمحافظة القاهرة كتأمين مؤقت عن إنشاء مبنى للمحافظة، وقام البنك بحجز 40% من قيمته كغطاء من حسابه الجاري طرف البنك وعمولته 3% في 1/5/2019، وأخطر العميل البنك بعدم قبول عطاء. المطلوب إجراء قيود اليومية لإثبات العمليات السابقة في دفاتر بنك مصر فرع رشد. الإجابة: عند إصدار خطابات الضمان نبدأ نحسب حجز قيمة الغطاء والعمولة. قيمة الغطاء هضرب 300,000 في 40%، 200,000 في 40% يديني 80,000، وقيمة العمولة 200,000 في 3% تديني 600 جنيه، يبقى مجموع المبالغ التي تخصم 80,600 من حساب العميل.
ويكون القيد المحاسبي في 1/3/2019 على النحو التالي: 80,600 من الحسابات الجارية الدائنة باسم محمد والطرف الدائن إلى مذكورين، 80,000 حساب غطاء خطابات الضمان، 600 حساب العمولات الدائنة. ده حجز الغطاء والعمول. يتم إجراء القيد النظامي التالي: 200,000 من حساب التزامات العمر عن خطابات الضمان، 200,000 إلى حساب التزامات البنك عن خطابات ضمان صادرة. ثانية: عند انتهاء خطاب الضمان بدون مطالبة في 1/5/2019، رد غطاء لحساب العميل محمد اللي هو المبلغ 80,000 من حساب غطاء خطابات الضمان إلى الحسابات الجارية الدائنة باسم محمد. وبعدين يعكس القيد النظامي ويكون القيد 200,000 حساب التزامات البنك عن خطابات ضمان صادرة، 200,000 إلى حساب التزامات العملاء عن خطابات ضمان صادرة. مثال رقم 2: توفرت لديك بعض المعلومات التالية: بنك القاهرة فرع رمسيس، أرصدة الحسابات 1/6/2019 المبالغ بالجنيه: 5,800,000 حسابات الجارية الدائنة، 300,000 حساب غطاء خطابات الضمان، 1,000,000 حساب التزامات العمر عن خطابات ضمان صادرة، 1,000,000 حساب التزامات البنك عن خطابات ضمان صادرة. بالعمليات التي تمت خلال شهر يونيو 2019: تقدم عملاء البنك بطلب خطابات ضمان نهائية بمبلغ 1,200,000 جنيه، وتقوم سياسة البنك بحجز 30% كغطاء لخطابات الضمان و6% عمولة البنك، وقد تم خصم العمولة والغطاء من الحسابات الجارية الدائنة لعملاء البنك. نمرة 2: هناك خطابات ضمان قيمتها 300,000 انتهت بدون مطالبة، نسبة الغطاء 30%. نمرة 3: تم سداد خطاب ضمان بمبلغ 400,000 جنيه، نسبة الغطاء 30%، وقد تم السداد نقد. المطلوب إجراء قيود يومية لإثبات العمليات السابقة. ثانيا: تصوير حساب غطاء خطابات الضمان في 30/6/2019. أولا: العمليات الحسابية. حجز الغطاء والعمولة: قيمة الغطاء 1,200,000 في 30%، 360,000 جنيه. قيمة العمولة 1,200,000 في 6% هتدينا 7,200 جنيه. المبلغ اللي يخصم من حساب العملاء 367,200، وتكون القيود على النحو التالي: إثبات حجز الغطاء والعمولة يكون القيد 367,200 من حساب الحسابات الجارية الدائنة إلى مذكورين، 360,000 حساب غطاء خطابات الضمان، 7,200 حساب العمولات الدائنة. ويتم إجراء القيد النظامي على النحو التالي: 1,200,000 من حساب التزامات العملاء عن خطابات ضمان صادرة، 1,200,000 إلى حساب التزامات البنك عن خطابات ضمان صادرة. نمرة 2: في حالة انتهاء خطابات الضمان بدون مطالبة، يتم حساب قيمة الغطاء، هنضرب 300,000 في 30% دين 90,000 جنيه، يتم رد الغطاء لحساب العميل، يبقى 90,000 من حساب غطاء خطابات الضمان، 90,000 إلى حسابات الجارية الدائنة، ويعكس القيد النظامي بقيمة خطابات المنتهية، يبقى 300 من التزامات البنك عن خطابات ضمان صادرة، 300,000 إلى حساب التزامات العملاء عن خطابات ضمان صادرة. في حالة انتهاء خطاب الضمان بمطالبة، بنحسب قيمة الغطاء بتاعه 400,000 في 30% يبقى 120,000، والجزء الباقي الغير مغطى هنخصمه من حساب العميل اللي هو 400,000 في 70% هيدينا 280,000، ويكون القيد على النحو التالي: من مذكورين 120,000 من حساب غطاء خطابات الضمان، 280,000 من حسابات الجارية الدائنة، 400,000 إلى حساب الخزينة. ويعكس القيد النظامي، يبقى 400,000 من التزامات البنك عن خطابات ضمان صادرة، 400,000 إلى التزامات العملاء عن خطابات ضمان صادرة. ثانيا: تصوير حساب غطاء خطابات الضمان. حساب غطاء خطابات الضمان الطرفين مدين ودائن. في الجانب الدائن حط رصيد أول فترة 300,000 اللي هو في 1/6/2019، وبعدين المبالغ التي حجز كغطاء عند إصدار خطابات الضمان 360,000، يبقى 360,000 من الحسابات الجارية الدائنة. في الطرف المدين اللي هو قيمة الغطاء التي تم رده في حالة انتهاء بدون مطالبة 90,000 ردهم إلى الحسابات الجارية الدائنة، واللي سدد 120,000 إلى حساب الخزينة. أجمع الجانب الدائن يبقى مجموع 660,000،
أنقل مجموع في جانب مدين 660,000 يصدر المتمم الحساب 450,000 رصيد مرحل، ينقل الجانب الآخر 450,000 رصيد منقول في 1/7/2019. مثال في كتاب، مثال رقم 1 صفحة 87.